يبين أنه يعرض لك الحق، ويبين أنه لا يريد منك إلا إصلاحا، ويضع لك ما يشاء، ويضع لك ما يريد، كذاب المنافقين لما تكلم القرآن عنهم. إذا جاءوا إلى النبي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق، والأصل أنهم لا يريدون إحسانا ولا يريدون توفيقا، وإنما يريدون هوى متبعا. سيرسم لك ما يشاء من طريق الحق كصورة، ومن الداخل مجوف، إنما هو باطل. ويضع أي مسمى، أي مسمى لهذا، المسمى في ظاهره أنه شيء من الحق. بدءا من الخوارج لما قالوا لا حكم إلا الله، هذا مسمى ظاهر. إذا قيل لك لا حكم إلا الله